طاب مساءكم مشاهدينا، أنا لارا نبهان وهذه الأخبار الليلة. نبدأ بالعناوين. من تهديد الانتقام إلى مطلب العدالة، طهران تراجع استراتيجية الرد على مقتل سليماني وذكراه باردة. أنقرة تعلن رفض واشنطن لتطبيع أردوغان الأسد، واعتراف مفاجئ، حرب سورية تركية مشتركة على الأكراد. بن غفير يبدأ حقبة نتنياهو الجديدة بالجدل، اقتحام للأقصى ومخاوف فلسطينية إنها خطوة لتحويله إلى معبد يهودي. 60 قتيلا أم 400؟ الكرملين أمام أكبر خسارة لسنوات، وترويج أمريكي إنه سلاح هايمارس. تغير لافت للخطاب الإيراني الذي توعد سابقا بالانتقام بالمثل من قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق، طهران تنتقل من التهديد إلى مطالب العدالة. اليوم تعهد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بمواصلة العمل من أجل تحقيق ما وصفه بالعدالة بحق جميع مرتكبي هذا الاغتيال الأمريكي على حد قوله، وأضاف إنه تم الانتهاء من جميع الوثائق المطلوبة لمتابعة القضية، وكانت آخر الوثائق التي حصلت عليها طهران هي الإعلان الرسمي من الحكومة العراقية بأن الجنرال سليماني كان ضيفا رسميا على العراق. ورغم مضي 3 سنوات على مقتله بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، لا يزال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يثير الجدل في العراق، بل تسببت ذكرى مقتله التي تصادف اليوم انقساما بين المكونات العراقية الشيعية والسنية والكردية، وذكراه مرت مجددا باردة. وأيضا يعني في متابعة للمشهد أو لهذه الذكرى بالتحديد ولكيف قتل قاسم سليماني ومعه بوقتها قبل 3 سنوات أبو مهدي المهندس، وبأي سيناريو كذلك وتخطيط، نعود معكم مشاهدينا إلى تفاصيل ما حدث عبر ما نشره موقع ياهو نيوز الأمريكي قبل فترة. الموقع الأمريكي قال إنه في 2 يناير في عام 2020 شهدت العاصمة العراقية ليلة باردة ملبدة بالغيوم. في تلك الليلة أغلق الجانب الجنوبي الشرقي من مطار بغداد الدولي في غضون مهلة قصيرة، وذلك لإجراء تدريب عسكري. حينها تمركزت 3 فرق من القوات الأمريكية في مواقع مخفية من هذا المطار تراقب عن كثب وصول طائرة سليماني. الفرق 3 وفقا لتقرير الموقع الأمريكي انقسمت إلى عناصر وتموقعت في أماكن متفرقة داخل المطار وخارجه. تمركز فرق القناصة 3 حدد ب 600 إلى 900 ياردة من منطقة الاستهداف على طريق الوصول من المطار. التقرير أكد أن عملية التمويه تمت بشكل جيد، حيث كان هناك عناصر متنكرون بزي عمال صيانة، في حين اختبأ آخرون في مبان قديمة أو في مركبات على جانب الطريق. أحد القناصين كان لديه منظار رصد مزود بكاميرا تم بثها مباشرة إلى السفارة الأمريكية في بغداد، حيث كان يتمركز قائد قوة دلتا الأرضية مع طاقم دعم. بعد منتصف ليلة 3 يناير تحط طائرة سليماني القادمة من دمشق بعدما تأخرت 3 ساعات عن الموعد المحدد. في هذه الأثناء يضيف تقرير موقع ياهو نيوز الأمريكي أن 3 طائرات أمريكية بدون طيار ظلت تحلق في سماء المدينة، وعند تحرك الطائرة بعيدا عن المدرج باتجاه الجزء المغلق من المطار، أحد العناصر الأكراد المتنكرين بزي طاقم أرضي وجه هذه الطائرة إلى التوقف على المدرج. ينزل قاسم سليماني من الطائرة، ليتظاهر بعدها العناصر الأكراد بأنهم مسؤولو الأمتعة، وذلك من أجل التعرف عليه فورا. بينما كان القناصة بانتظار هدفهم، خرج سليماني من مطار بغداد الدولي واستقل مع من معه مركبتين، انسحبت إحداها
التي تقل سليماني إلى الشارع لمغادرة المطار. وبينما حلقت الطائرات المسيرة الثلاث، اثنتان منها مسلحتان بصواريخ هيل فاير مستهدفة سيارة سليماني الذي لقي حتفه مباشرة، إلى جانب طبعا نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ومرافقيهما. يعني لنناقش هذه الذكرى الثالثة اليوم مع ضيفينا، نفتح حوارا في هذا الإطار. ضيفنا من واشنطن الدكتور عقيل عباس الخبير في الشؤون السياسية الأمريكية، ومن بيروت الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان. مساء الخير لكما، أهلا بكما معنا في الأخبار الليلة على شاشة الحدث. أستاذ إبراهيم، رح أبدأ معك. يعني الخطاب الإيراني اليوم لا سيما على لسان وزير الخارجية، البعض يقول أنه لافت جدا بعد ما كان في حديث متكرر عن الانتقام والانتقام وفي الزمن والمكان المناسبين وكل ما خرج بوقتها، اليوم في حديث فقط عن العدالة. ماذا يفهم من هذا التغير؟ أولا مساء الخير. منذ مقتل قائد قوة القدس الجنرال قاسم سليماني قبل 3 سنوات تحولت السياسة الإيرانية في المنطقة شيئا فشيئا. يعني علينا أن لا ننسى أن قاسم سليماني كان يمثل اليد الضاربة والوجه الرئيسي في المشروع الإيراني في المنطقة، وعملية اغتياله كانت إصابة في قلب هذا المشروع. وعلينا كذلك الأمر أن نقف أن سليماني كان ضابطا لكل فصائل الموالية لإيران. يعني نحن رأينا الخلافات التي خرجت بين الفصائل الإيرانية أو الموالية لإيران في العراق بعد مقتل سليماني بعدة أشهر. يعني كان يضبط إيقاع هذه الفصائل، كان في العراق أو في سوريا أو في لبنان أو في غيرها من المناطق. نعم. إصابة سليماني أدت إلى هذا التخبط في السياسة الإيرانية، وكان هو الموكل يعني كقائد لقوة القدس في توجيه الضربات الانتقامية بين قوسين في حال اغتيل أحد المسؤولين الإيرانيين أو أحد مسؤولي هذه الفصائل. فعندما فقد سليماني فقدت منهجية هذا العمل، وكانت إيران تشعر بضعف يمينها، يدها اليمين في المنطقة قد ضعفت ولم تستطع أن توجه ردا على مستوى اغتيال قاسم سليماني، فقصفت قاعدة عين الأسد في الأنبار بعدما أثير حول هذه العملية الرد أساسا من بعض الكلام عن أن الإيرانيين أخطروا الأمريكيين قبل دقائق من تنفيذ العملية تجنبا لوقوع خسائر بشرية في صفوف الجيش الأمريكي. نعم. ما سيؤدي إلى ضربة أمريكية أكبر من اغتيال سليماني. فاليوم صارت الأمور في يعني إيران لا تستطيع أن تأخذ حريتها في المنطقة. هي رأت نتيجة تخطي الخطوط الحمراء الأمريكية في التمادي في المنطقة، يعني عبر اغتيال سليماني. هناك خطوط ترسمها الولايات المتحدة لإيران، وهذا ما يقوله المسؤولون الأمريكيون أساسا، أن إيران تستطيع أن تتحرك في المنطقة لكن ضمن الخطوط الحمراء الأمريكية، وعند تجاوزها يكون الرد الأمريكي على غرار ما حصل مع سليماني. دكتور عقيل، هذا الخطاب الإيراني اليوم على لسان وزير الخارجية، الحديث عن العدالة وليس الانتقام بالمعنى الكبير، هو مرتبط كذلك بالإدارة الأمريكية الحالية ومحاولة يعني تصويب الخطاب بشكل يكون ألطف مع هذه الإدارة مما كان مع الإدارة السابقة، أو أنه هو مبني فعليا على معطيات أخرى اليوم إيرانية موجودة داخليا، سواء الاتفاقية النووية أو حتى الحراك الداخلي حاصل بإيران، ما يضطرهم يعني إلى عدم الحديث عن هذه الأولوية الآن بشكل حازم، أولوية سليماني والانتقام له. شكرا لك على هذه الاستضافة. تحية لك ويضيفك الكريم. يعني أنا لا أعتقد أن الخطاب الإيراني تغير، هناك توزيع أدوار، وهذا كان منذ البدء حقيقة، منذ عملية الاغتيال. وزارة الخارجية تنحو المنح القانوني الدبلوماسي، تستخدم كلماتها بدقة، ورفعت دعوة في العراق في المحاكم العراقية لمحاولة إلقاء القبض على عراقيين يشك أنهم ساهموا في عملية الاغتيال، لكنه خطاب الحرس الثوري له خطاب انتقام، يعني محاولة ربطه بالقضية الحسينية. وفي هذه الأيام يعني البارحة واليوم خصوصا في العراق ويعني في أماكن أخرى، خطاب الانتقام الثأر المفتوح كان حاضرا. أنا لا أتصور أنه إيران
تراجعت في خطابها، يعني خطاب السيد إبراهيم رئيسي كان واضحا بخصوص أهمية سليماني وما قامت به الولايات المتحدة. يعني أنا بتصوري حقيقة إيران في هذه اللحظة مع الحكومة العراقية القريبة منها باحثة عن لحظة هدنة طويلة نسبيا مع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تريد هذه الهدنة، منشغلة في أوكرانيا تستفيد من تصدير النفط الإيراني أو تهريبه، سميه ما يعني ما تشائين. فهناك تجميد للملفات بانتظار أن يحسم ملف أوكرانيا. هل الاستثمار الإيراني في روسيا كان استثمارا صحيحا أم لا؟ يعني هناك مجموعة أوراق ملفات تحتاج أن تحسم، لكن ملف أوكرانيا أولا، ثم حينها يأتي الملف النووي وملف النفوذ إيران في العراق. هذا ملف طويل ومفتوح، ولا توجد لدى الولايات المتحدة استراتيجية واضحة بخصوصه. لديها استراتيجية واضحة بخصوص الملف النووي واستراتيجية واضحة بخصوص أوكرانيا، لكن لا استراتيجية واضحة بخصوص النفوذ الإيراني في العراق. أستاذ إبراهيم، يعني نحن حتى عم نتابع تصريحات زعيم ميليشيا حزب الله، نحن مش حنناقشها هلأ بتفاصيلها لأنه عنا كمان بأول الساعة الثانية نقاش حولها، بس بنفس الوقت في محاولات للقول أنه كأنه أنه المقاومة لا تتبع لإيران أو ليست أي أداة بيد إيران. هذا يدخل بإطار ما يقوله الدكتور ضيفنا من واشنطن أنه في محاولات لتهدئة الجبهات بين الطرفين، هل يمكن أن نقرأ ذلك خاصة بموضوع حزب الله بلبنان وحتى يعني الفصائل الأذرع العسكرية الأخرى لإيران؟ أولا، إذا نظرنا إلى كل الدول التي تهيمن عليها الفصائل الموالية لإيران، ونبدأ حتى من إيران نفسها، إيران نفسها تواجه ضغطا شعبيا داخليا وتنزح تحت عقوبات وخنق اقتصادي. إذا انتقلنا إلى العراق، العراق يعيش في فوضى وسعر صرف الدولار يتدهور، عفوا الدينار العراقي يتدهور أمام الدولار، وكذلك الأمر في سوريا، العملة السورية، وفي لبنان. يعني كل هذه الدول، هذا المحور أو التي تسيطر عليها ما تعرف بفصائل محور مقاومة بين قوسين، هذه كلها نتاج سياسات إيران وصارت عبئا ثقيلا على إيران. يعني إيران بدورها تعيش حالة ضاغطة اقتصاديا وداخليا، فهي تبحث اليوم أكان في لبنان أو في العراق وحتى في اليمن، هي تبحث عن هدنة تحاول أن تخفف من الضغوط الجبهات التي تنعكس سلبا على الداخل الإيراني، وهي تتجنب المواجهات حتى في هذه الدول في الوقت الحالي، تسعى إلى هدنة بسبب لأنها لا تريد أن تفقد السيطرة الكاملة كما حصل قبل عامين، وكما جاءت نتائج الانتخابات العراقية قبل أن تنقض إيران مجددا على السلطة، ظهرت بوادر أن العراق سيفلت من اليد الإيرانية، فعادت وانقضت على السلطة في العراق عبر تسوية مع الولايات المتحدة جاءت في الوقت الضائع كما تفعل إيران كعادة. لكنها اليوم مثلا في لبنان يعني لا نرى تشبثا بمرشح قوى الثامن من آذار ومرشح حزب الله، يعني حزب الله لم يتمسك بمرشحه حتى الساعة كما حصل مع ميشيل عون، يحاول أن يفتح أفق التواصل. نعم. يعني نرى المسؤولين الإيرانيين يعطون تصريحات إيجابية تجاه السعودية أنهم يريدون الحوار وحل مشاكل المنطقة، هذا كله لأن إيران لا تريد أن تفقد السيطرة على الدول التي يعني تهيمن عليها الفصائل في المنطقة. بالعودة إلى الدكتور عقيل، من الناحية الأمريكية دكتور، يعني اليوم واضح جدا منذ لحظة تولي بايدن هذا الموضوع لم يكن بالأولويات أذرع إيران بالمنطقة، بحكي عن أولويات النووي، ولكن أيضا الأمور تتعرقل. بس بنفس الوقت مثلا موضوع ذكرى سليمان اليوم هي أمر لم يتم تعاطي معه أمريكيا بشكل كبير. هل اليوم فعليا في يعني نوع من التواصل الإيراني الأمريكي أو التهدئة الإيرانية الأمريكية غير المعلنة بهذه المرحلة على الرغم من كل التعقيدات التي تأتي؟ يعني هي ليس فقط مسألة مصالح اليوم، ليس لمصلحة أي طرف أن يكون مواجهة مع الآخر، ولكن أيضا هل من الأساس منذ تسلم إدارة بايدن الجبهات هادئة أصلا؟ يعني أولا بتصوري أنه لا يوجد تواصل مباشر بين الولايات المتحدة وإيران، ربما هناك تواصل عبر قنوات غير مباشرة لرئيس الوزراء العراقي
التقى بالسفير الإيراني 5 مرات منذ يعني توليه رئاسة الوزراء، والتقى بالسفيرة الأمريكية بحدود 6 مرات، وأنا أفترض بعض الرسائل نقلت بخصوص النفوذ الإيراني في العراق. الولايات المتحدة حقيقة لم تهتم، ولم تهتم حتى في العام الماضي بخصوص ذكرى يعني مقتل سليماني والسيد أبو مهدي بن مهندس. هذا يعني تحشيد إعلامي في العراق يحدث، وأغراضه سياسية مرتبطة بوصول الإطار التنسيقي والفصائل المسلحة المنضوية فيها المتحالفة مع إيران إلى السلطة، وإحساس الكامل الإطار التنسيقي أنه يمر بفترة حرجة يحتاج أن يثبت وجوده في السلطة، ويحتاج أن يتعاطى مع السخط الشعبي الذي يمكن أن يتطور مستقبلا. فالأولويات هنا مختلفة. لا أعتقد أن محور المقاومة في فرعه العراقي مهتم الآن بالدخول في مواجهة مع الولايات المتحدة، وإن كان خطابيا بدأ يفعل هذا منذ 2 أسبوع، لكن أعتقد أنه سيتجاوز هذا يعني بسبب ذكرى يعني مقتل اغتيال سليماني والمهندس. نسمع هذا الخطاب من الفصائل المسلحة في العراق بأن صواريخنا ستصل لقوات الأمريكية، على أمريكا أن تنسحب إلى آخره إلى آخره، لكن أنا أعتقد هذا الخطاب لن يتواصل. يعني بعد الانتهاء من ذكرى الاغتيال، الفصائل المسلحة مهتمة بترسيخ أقدامها في السلطة، وليس وأعتقد أي صدام مع الولايات المتحدة سيضعفها كما سيضعف حكومة السيد السوداني. الولايات المتحدة تصر على حماية قواتها القليلة في العراق وحماية سفارتها، وأي دعم لها لحكومة السيد السوداني مرتبطة بالوفاء بهذا الوعد، وهو أعطى وعدا كهذا. فأنا أعتقد يعني نحن الآن في إطار تبريد الملفات بسبب انشغال كل طرف بقضاياه المختلفة البعيدة عن المواجهة بينهما. طيب بالعودة بهذه النقطة لسيد إبراهيم، يعني اليوم إذا كان كل طرف فعلا منشغل بقضاياه المختلفة، وعلى ما يبدو هي توجهات سياسية ضمن كل طرف، يعني سواء بالعراق أو حتى بلبنان، كنت عم تحكي على موضوع رئاسة الجمهورية، يعني فعليا هذه الأذرع تأسست وكان مبرر وجودها وبقائها هو المواجهة العسكرية وهو المقاومة بشكل أو بآخر. اليوم تحولها إلى العمل السياسي، هل هو قادر على إعطائها أمد حياة أطول أو أقصر بهذه الحالة؟ هلا انخراط هذه الحركات وهذه الأحزاب والفصائل في العمل السياسي يهدف للحفاظ على المصالح التي اكتسبوها بقوة السلاح، ولكن من دون يعني لم يدخلوا السياسة بالكامل، يعني دخلوا السياسة وفي يمينهم السلاح، يعني انهم يعطون نموذجا جديدا للسياسة في المنطقة لم تعدها المنطقة من قبل. المنطقة شهدت حروب وصراعات ونزاعات، ولكن لم يسبق انه في حالة السلم يكون هناك فصيل سياسي مسلح مع اخرين عزل. يعني هذه المعادلة الجديدة التي أرستها إيران عبر فصائلها في المنطقة ككل. يعني نرى في العراق الفصائل الممثلة في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب فصائل مسلحة، كذلك الأمر في لبنان، وربما في وقت لاحق في سوريا سنرى هذا المشهد، رأينا هذا المشهد في اليمن. يعني هذه الصورة أو هذا الانطباع عن النموذج الجديد يطمح إلى يعني المحافظة على النفوذ عبر السلاح، لأن السلاح عندما يدخل في وجه الأعزل يصبح الكلمة للمسلح وليس للأعزل في العادة يعني. فيدخل هذا الفصيل المسلح إلى داخل السلطة ويفرض رأيه ويفرض قراراته التي تتماشى مع المحور الممتد من بيروت ودمشق وبغداد وصولا إلى طهران. يعني هذا العمل هو نتيجة تراكم ل30 أو 40 عاما، كان في لبنان أو في غيره، حتى في العراق هو عمل تراكمي. منذ أيام صدام حسين كانت إيران تحاول أن تقوم بثورات مسلحة كما حصل في عام 1990 وعام 1999 وال2000. يعني هذه الحركات هي عمادها أن تدخل إلى السلطة والسلاح في يدها، يعني هذا النموذج الذي تقدمه. دكتور عقيل، اليوم فعليا إذا لم تعد أولوية الملف النووي موجودة بالنسبة لإدارة بايدن، ما الذي هو موجود بالأولويات تجاه إيران وسياستها مع إيران؟
يعني الولايات المتحدة تريد ضمانات أن إيران لن تزيد تخصيب اليورانيوم تتجاوز 60 ثم تصل إلى 90، بعد الوصول إلى 90 نصل إلى صناعة القنبلة الذرية. هذه مشكلة كبرى في المنطقة، في دول الخليج، في الجوار، وعلى الولايات المتحدة أن تتدخل حينها. وأنا أعتقد أن هناك ضمانات متبادلة أنه لن نستهدفكم عسكريا أو لن تستهدفكم إسرائيل عسكريا ما دام تبقون ضمن حد تخصيب معين، بمعنى تأجيل هذا الملف إلى أن تنتهي ربما قضية أوكرانيا والوصول إلى اتفاق جديد بخصوص الملف النووي. إيران مستفيدة من هذا الوضع، تصدر الكثير من النفط عبر أطراف ثالثة، ويعني بتصوري هذا الوضع مريح لكل الأطراف. بخصوص العراق عموما، الولايات المتحدة تستثمر في الحكومات العراقية المتتابعة. الحكومة الوحيدة التي لم تستثمر فيها حكومة السيد عادل عبد المهدي. وتتصور الولايات المتحدة أن الاستثمار في الحكومات العراقية وتقويتها هو الطريق الأفضل لردع النفوذ الإيراني، لكنه هذه عمليا لم تنجح يعني لحد الآن. نعم. أرى أن هذا النفوذ يزداد لا يتراجع. شكرا جزيلا لك ضيفنا من واشنطن الدكتور عقيل عباس الخبير في الشؤون السياسية الأمريكية، والشكر موصول لضيفنا من بيروت الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان. فاصل نتابع من بعده في الأخبار الليلة. لندن تصنف قريبا الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. انطلاق الانتخابات النيابية في الداخل والتي تهدف لاختيار 161 نائبا برلمانيا. في المركز الإعلامي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث تفصلنا أمطار قليلة عن موعد الانتخابي الذي ينتظره من العاصمة التونسية تونس. نحن هنا لنواكب هذه الانتخابات النيابية المختلفة شكلا ومضمونا هذه المرة. القانون الانتخابي الجديد ونظام الاقتراع هو جديد. خرجنا من العلاقة بين النائب والحزب والنائب والسلطة إلى العلاقة بين النائب وناخبيه مباشرة. ماذا عمن ينتخب في الخارج؟ دور البرلمان الجديد سيكون تشريعي بالأساس وفق الدستور التونسي الجديد. وجود دعوات للمقاطعة إذا كان الإقبال نتيجته ستكون نسبة قليلة يمكن أن يطعن في نتائج هذه الانتخابات. خروقات المسجلة تعلقت بخطاب الكراهية. لابد من الدولة التونسية أن يوجه خطاب أمل. كنت متوقع هكذا نتيجة. خارطة الطريق التي رسمها الرئيس قيس سعيد، باعتقادي أنه لن يتراجع على ذلك مهما كانت نسبة المشاركة. هل تقف تونس عند مفترق طرق خطير؟ هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. من جديد، الحرس الثوري قد يدخل قريبا خانة الإرهاب في بلد جديد، حيث ذكرت صحيفة The Telegraph البريطانية أن لندن ستعلن رسميا الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. وقالت الصحيفة أن هذه الخطوة التي سيتم الإعلان عنها خلال أسابيع تحظى بدعم وزير الأمن البريطاني ووزيرة الداخلية. ويعني تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أن الانتماء إليه وحضور شماعاته ورفع شعاره في الأماكن العامة يعتبر جريمة جنائية. وكان الحرس الثوري اعتقل 7 أشخاص على صلة بالمملكة المتحدة بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تشهدها إيران من أشهر، فيما حث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إيران على التوقف عن احتجاز مزدوجي الجنسية، قائلا إنه ينبغي عدم استخدام هذا الأمر لكسب نفوذ دبلوماسي.
كيف تحول فرع جيش نظامي إلى تنظيم إرهابي بتصنيف عدة دول؟ إنها قصة الحرس الثوري. إليكم تفاصيلها. الحرس الثوري الإيراني تأسس بعد سقوط الشاه عام 1979 بأمر من المرشد الخميني للدفاع عما وصف بالثورة وقيادات النظام، وقد تناوب على زعامة الحرس الثوري قيادات عدة منها محسن رضائي إلى جانب يحيى صفوي وحاليا محمد علي جعفري. أعلى سلطة للحرس الثوري هو القائد الأعلى وبعده نائبه رئيس الأركان وقيادات عليا باقتراح من قائد الحرس وموافقة المرشد الأعلى. يتكون الحرس الثوري من 5 قوى، هي القوات البرية والجوية والبحرية كذلك وقوات المقاومة البسيج وفيلق القدس، ولديه جهازان هما ممثلية ولية الفقيه وكذلك جهاز الاستخبارات. الحرس الثوري ليس جهازا عسكريا فحسب، وإنما أيضا هو مؤسسة اقتصادية، فلديه شركات يبلغ تعدادها 5000، وأصبح الجهاز العسكري الأقوى وأضخم مقاول في إيران. ووفق مؤسسة ترند، فقد وقع الحرس منذ الحرب مع العراق 7650 صفقة فيما بلغت إيراداته نحو 12 مليار دولار سنويا، دائما وفق موقع روز أونلاين. الحرس ينشط في قطاعات النفط والغاز ومد الطرق وبناء السدود، حفر الأنفاق، الزراعة، الاتصالات، السكن، صناعة السيارات وإدارة المطارات وبناء الموانئ. وبعد القرار المرتقب قد تكون بريطانيا ثالث دولة تصنف الحرس الثوري إرهابيا. في أبريل 2019 أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، فيما كانت قد أعلنت الحكومة الكندية في أكتوبر من العام الماضي أن 50% من كبار قيادات الحرس الثوري سوف يمنعون من دخول كندا إلى الأبد على خلفية الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان. على كل، لنناقش القرار البريطاني المرتقب إلى الآن مع ضيفنا من لندن الصحفي المختص في الشأن البريطاني محمد شبارو. أستاذ محمد مساء الخير، أهلا بك معنا في الأخبار الليلة على شاشة الحدث. خطوة تصعيدية، حتى الآن طبعا لم تدخل حيز التنفيذ، المعطيات تقول أنه سوف تدخل خلال أسابيع قليلة. لنتحدث قليلا عن الخلفية، تبعنا بالعام الماضي تصريحات بريطانية كثيرة وتحذيرات من عمليات إيرانية. فعليا كم هذه الخلفية هي المحرك الأساسي لهذا التصنيف إذا حصل؟ من دون شك إذا حصل هذا التصنيف فإنه خطوة متأخرة جدا، لأن كما تعلمين أستاذة لارا لقد قامت يعني إيران والنظام في طهران بضرب عرض الحائط بالمحاولات البريطانية للإبقاء على ما يعتبر شعرة معاوية في هذا الملف، أي التواصل مع الجانب الإيراني. سفارة المملكة المتحدة مفتوحة في طهران منذ 2015 على غير كثير من الدول الغربية الأخرى، وهي منذ 2001 وما بعد تلك السنوات انتهجت يعني بخروج عن السرب الأوروبي والغربي ما يسمى بسياسة التواصل المشروط مع طهران، أي نقطة بنقطة وملف بملف، أنهم مستعدون للتعاون معهم حول مثلا مسألة تهريب المخدرات ومسك الحدود بين أفغانستان وإيران، ولكنهم ليسوا مستعدين يعني التعاون معهم بمسألة والتنديد بتحركاتهم المتعلقة بالتدخل بشؤون الدول الأخرى. من هذه الناحية أعتقد أن إيران قد يعني زادت من العمليات ضد بريطانيا والتسديد أو استهداف البريطاني، لسيما عبر اعتقال مزدوجي الجنسية، وأعتقد أن الكيل قد طفح خصوصا بعد الصفقة بين يعني لندن وطهران لإطلاق نازنين ذكاري راتكليف التي أيضا هي مزدوجي جنسية، واعتقلتها طهران على يعني ادعاءات واهية ولا تمت للحقيقة بصلة، ولكن في النهاية كسبت طهران مليارات كانت محتجزة لدى بريطانيا نتيجة هذا ما يسمى الاحتجاز، يعني بشكل أو بآخر احتجاج الرهائن من قبل دولة. يعني أيضا تبعنا معلومات حول إمكانية حدوث عمليات داخل الأراضي البريطانية من جانب قوات إيرانية، وهذا باعتراف رسمي بريطاني أتى على لسان الجيش وأيضا مصادر استخبارية. فعليا
هل هذا أيضا كان مغيرا بالمشهد؟ لم تكن بريطانيا ربما تتحدث عنها أو تعترف به بسنوات سابقة، رأينا بالأشهر الأخيرة من 2022 اعتراف وتحذير مستمر من هذا الأمر. يعني من دون شك، إذا سمحتي لي أستاذة لارا، طهران يعني بتصرفاتها وتهديداتها لبريطانيا والقول أن بريطانيا هي تقف وراء الاحتجاجات كلام واهن. إن كانت هي تسدد على الأدوات الإعلامية الموجودة في بريطانيا، وأيضا مسألة الاعتداءات كانت قد تنال من مؤسسة إعلامية مدنية تتابع الشأن الإيراني من لندن، وبالتالي يعني هي ترى أن بريطانيا تؤجج الصراع في طهران أو تؤجج هذه الاحتجاجات من خلال التغطية الإعلامية لها من دون أن يكون لهذه المؤسسات أي وجود على الأرض. فإيران لا تسمح بوجود إعلامي إلا لمن يعني تسمح لهم الدولة الإيرانية بذلك. وبالتالي إن كان يدل على شيء، يعني إن التصنيف البريطاني يأتي متأخرا للغاية، لأن الحرس الثوري الإيراني لديه باع طويل في عمليات احتجاج رهائن وفبركة عمليات احتجاج رهائن وأيضا التدخل في شؤون دول أخرى، ولكن كانت بريطانيا يعني هادئة ومتزنة ومتوازنة وتواصل مد اليد باتجاه طهران، ولكن يبدو أن ذلك سينتهي الآن. ينتهي كيف من ناحية المفاوضات النووية والاتفاق النووي؟ لأنه كان في دفع معين بريطانيا وأوروبا بفترة ماضية إلى العودة إلى الاتفاق النووي، حصلت كل هذه التعقيدات، نعرف أنه في تغيرات قليلا بالموقف، ولكن اتخاذ قرار من هذا النوع من جانب بريطانيا، هل هو أيضا كذلك مؤشر على أنه لا يكون هناك عودة لأي مفاوضات مع إيران حتى كذلك بشؤون أخرى على رأسها النووي؟ على الأقل في المرحلة الأولى إن التصنيف هذا سيعني سيزعج طهران إلى درجة كبيرة من دون شك، وقد يلغي كثير من التواصل بين السفارة البريطانية في طهران وأيضا وإيران، وبالتالي سيتم يعني أعتقد قطع العلاقات إذا احتجت إيران على مسألة هذا التصنيف، وبالتالي أيضا سيعني ذلك قطع علاقات شبه يعني اقتصادية كانت قد يعني بدأتها لندن منذ العام 2015 منذ توقيع الاتفاق النووي مع إيران. السؤال اليوم هو هل تصمد المفاوضات مع زيادة التدخلات وزيادة الأعمال الإيرانية المعادية، تدخل في شؤون الدول، تصعيد مع المحتجين داخليا، ويعني عدم احترام حقوق الإنسان، ثم تحميل مسؤولية الاحتجاجات الداخلية في طهران في دول مثل بريطانيا أو الولايات المتحدة أو حتى إسرائيل. وبالتالي أعتقد أنه هناك يعني خلط للأوراق، وأعتقد أن طهران تتصرف بشكل غير اعتيادي نزولا عند الضغوط، ضغط الشارع، ضغط الاحتجاجات الموجودة حاليا في طهران، ربما قد يدفعها حتى لقطع مسألة الحديث عن الاتفاق النووي وإعادة تفعيله. شكرا جزيلا لك ضيفنا من لندن الصحفي المختص في الشأن البريطاني محمد شبارو. نذهب إلى فاصل نتابع من بعده في الأخبار الليلة. تساؤلات بالجملة في روسيا، كيف قتلت أوكرانيا 60 جنديا؟ حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من استمرار ميليشيات الحوثي في تجنيد الأطفال. أنا ما معناش حتى حق أقول لك حق الدب الماي. كل توقيعات أو التزامات الحوثيين بحماية الأطفال وعدم إقحامهم في الجبهات كلها تبخرت. هذه الجرائم هي جرائم ضد الإنسانية. تستمر الخروقات منذ الساعة الأولى لإعلان الهدنة. وفقا لمصادر أمنية حتى الآن لا يوجد قتلى ولا جرحى. ماذا يعني ذلك لليمنيين في الداخل؟ هناك صراعات سياسية على السلطة. اليمني كما قلت تعرض إلى انتهاكات من الحوثيين، كيف بالله؟ حاصرتها بالسلاح وأطلقت عليها النار وأحرقت الفنادق والسكنات الشعبية التي بناها هؤلاء في هذا الوادي. ولا يعني كأنه الناس يعني يفكرون كيف حال الناس وكيف حالنا.
إلى ماذا يرمي الحوثيون من خلال هذه الانتهاكات؟ نهزمنا من القصف ونهزمنا من الطيران والحجينة هين سألوا كم يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى. فزع على الأرض، رعب من السماء، طفولة يسرقها الجوع، أمل قتلته زخات رصاص، نساء ورجال، عجائز وأطفال فارون من الجحيم، باحثون عن المجهول. جديد، نقلت رويترز عن مصدر مقرب من قيادة دونيتسك الموالية لروسيا أن المعسكر الذي تعرض مؤخرا لقصف أوكراني كان يضم عددا كبيرا من الجنود تم حشدهم منذ سبتمبر الماضي للمشاركة في المعارك ضد أوكرانيا. وكانت روسيا قد أعلنت مقتل 63 جنديا من قواتها في الهجوم الجوي الأوكراني على الكلية المهنية في ماكييفكا بالجزء الخاضع لسيطرة روسيا من مقاطعة دونيتسك بصواريخ أمريكية الصنع من طراز هايمارس. 65 قتيلا أم 400؟ جدل واسع بين موسكو والغرب حول حصيلة قتل الهجوم الأوكراني الأخير. ما الذي جرى وكيف قتل هذا الكم الكبير من الجنود الروس؟ هذا بعض التفاصيل. رواية الجيش الروسي تقول إن الاستهداف تسبب بمقتل 63 مقاتلا في نقطة تجمع للجنود الروس القادمين من روسيا في مدينة ماكييفكا الواقعة شرق دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية، بينما أكد مرصد محلي في دونيتسك أن الأعداد ارتفعت إلى 78 قتيلا إلى جانب 136 جريحا في المنطقة التي تبعد 15 كيلومترا شرق دونيتسك. وأكد شهود عيان دخلوا المنطقة وخرجوا منها قبل القصف بساعات أن المركز يحتوي ما يقارب من 350 ما بين مقاتل ومدني، وهو ما ينطبق مع الرواية الأوكرانية عن الاستهداف والتي قدرت عدد الضحايا بأكثر من 400 شخص. تقول المصادر إن وزارة الطوارئ الروسية تقوم بالبحث حتى الآن عن ناجين تحت الأنقاض. أما عن توقيت القصف والذي أعلن عنه من قبل القوات الروسية في الثاني من شهر يناير الجاري، إلا أن المصادر تؤكد أن القصف تم في منتصف ليلة رأس السنة، أي قبل 24 ساعة من الإعلان الروسي عنه. لكن السؤال الذي يحتاج للإجابة عليه، كيف حددت القوات الأوكرانية موقع الجنود الروس؟ الفرضية الأولى جاءت عن المصادر العسكرية الروسية بأن الاستخدام المكثف للهواتف المحمولة من قبل الجنود الروس تسبب برصدهم من قبل القوات الأوكرانية، في حين نقلت مصادر مطلعة عن وجود عدد من المتعاونين مع الجيش الأوكراني في هذه المنطقة والذين وصفتهم روسيا بالإرهابيين هم من قاموا بتسريب موقع الجنود الروس باستخدام هواتفهم، في حين نقلت مصادر أخرى عن ترجيح مساعدة أمريكية بريطانية للقوات الأوكرانية عبر الأقمار الصناعية بتحديد موقع الجنود الروس بشكل دقيق ما تسبب بهذا العدد الكبير من الضحايا. على كل، لنناقش هذا التطور الذي ما زال يتفاعل رغم أنه يأتي أو حصل بليلة رأس السنة، مع ضيفينا من موسكو الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي فيتشيسلاف ماتوزوف، ومن الكويت الدبلوماسي الأوكراني إيفان سهيدا. مساء الخير لكما، أهلا بكما معنا في الأخبار ليلة على شاشة الحدث. سيد ماتوزوف، نبدأ مع حضرتك بفعليا كم تحرج هذه الضربة الأوكرانية روسيا الآن؟ ضرب كبير بلا أي شك، عدده كذلك، عدد عدد من القتيل ومن الجريح. طبعا هذا ممكن أكبر ضربة أوكرانية على تجمع الجنود الروس وخصوصا الجدد مجندين أخيرا من مقاطعة سمارة، مدينة على نهر فولغا، حوالي نسمة حوالي مليون نسمة عدد سكانها، ولذلك هذا الضربة الكبيرة على هذه المدينة لأن كل أهالي موجودين في هذه المدينة. وهنا لا شك أن
أرقام مختلفة، أرقام رسمية أوكرانية، أرقام رسمية روسية، تتراوح بين 63 وبين 300. يمكن العدد الحقيقي وسط حوالي، كما بعض المراقبين المحللين والمراقبين العسكريين من دونيتسك يتحدثون عن 167 قتيل، وكذلك هناك جريح وهناك كمان مفقودين، عدد كبير بلا أي شك، ضربة قوية بمساعدة ليست فقط هايمرس الصواريخ مواجهة، ولكن تجمع من هذا العدد الجنود في مكان واحد، وهذا المدرسة هم كانوا يسكنوا في مدرسة سابقا التكنولوجية الكلية الكوليج، نعم، ومدرسة كانت فاضية وتركزوا هناك الجنود الجدد، وكانوا يستعملوا تليفونات التي كانت تجمع مع الأرقام التليفونية الروسية، وعندما سجلت يمكن استخبارات يا بريطانية يا أمريكية يا أي أخرى سجلوا هذا التجمع في مكان واحد. كيف كان هذا ممكن؟ عدد كثير يعني من التليفونات. روسيا عادة لا تحصل معها هذه الأخطاء، وهذا هي أخطاء واضحة، لذلك الآن يجري تفتيش تحقيقات لماذا ما أخذوا التليفونات من المتجندين، لأن إذا كانت موجودين في مكان واحد يعني شتاء هذا ممكن، ولكن بدون استعمال وسائل إلكترونية يعني هذا إهمال القوانين العادية يمكن أدت إلى هذا الكارثة بلا أي شك، ولكن هذا لا تؤثر على أوضاع في الجبهة، هذا كتيبة واحدة يمكن فقط ومجندين وكبير يعني كثير منهم جرحى، وطبعا ضربة قوية بلا أي شك. سيد إيفان، فعليا يعني حتى أوكرانيا تتحدث عن أرقام أكبر بكثير من التي تتحدث عنها روسيا في هذه الضربة، رغم اعتراف روسيا بعدد القتلى. اليوم في محاولة للقول إنها صواريخ هايمارس، في محاولة أخرى للقول إنها معلومات استخبارية أمريكية بريطانية، هل فعليا هو جهد أوكراني أو هو جهد أمريكي في هذه الضربة؟ فعلا هذه الضربة ليست الأولى بهذا الحجم، ونذكر فقط إغراق سفينة موسكو الطراد الروسي، وروسيا صرحت أولا قللت عدد الجرحى وعدد القتلى، وثانيا قالت أن هناك تدخين في مكان غير مناسب، ولكن تم إغراقها بالصاروخ الأوكراني نبتون. بالنسبة لهذه الاستهداف للمجمع العسكريين الروس، هو كذلك ليس الرملة الأولى في البر، على الأقل هناك 5 أو 6 قرى أو مدن أخرى بما فيها كتيبة واغنر وكتائب من المجندين الجدد، وكذلك الجنود المحترفين الذين في الأراضي الأوكرانية منذ أشهر، ولكن في هذه الحالة بالضبط التي حدثت في رأيد رأس السنة، فلا تتمكن روسيا السقوط وخرج هذا الخبر للجمهور، وبهذا السبب كانوا مجبرين أن يعلنوا عن هذه الخسائر. أما بالنسبة للاستهداف، ودائما أنا أسمع مواجهة بين الغرب وروسيا، ولكن هي مواجهة بين أوكرانيا وروسيا، وفعلا هذا الاستهداف هو من طرف الجنود الأوكرانيين، وما عندي معلومات رسمية بشأن طريقة كشف هذه المجمعات، ولكن نعم، يعني نأخذ بين الاعتبار أنه ليس بالمرة الأولى، وهناك كذلك نستأجر حتى الصور ونشتري صور ونستأجر قمر صناعي للاستخبارات، وكذلك هناك أجهزة كشف للتليفونات، ولدينا كذلك أوكرانيون موجودين في هذه المناطق المحتلة الذي يساعدون للجنود الأوكرانيين. سيد ماتوزوف، إذا فعلا يعني صحت المعلومات حول أنه الجهد الاستخباراتي هو جهد أمريكي، طبعا ما قصف هو صواريخ هايمارس، هل هذا يعني أي شيء بالنسبة لروسيا من ناحية نقل الصراع أمريكيا؟ هل هي مرحلة جديدة بالمواجهة الأمريكية الروسية الموجودة بأوكرانيا؟
أنا لا أعتبر أن هذا الضربة المؤسفة، يعني طبعا قتل عدد القتل الكبير، تؤثر استراتيجيا على أوضاع في المعركة في حقل الميدان، لأنه موقف أمريكي واضح بالنسبة لروسيا مطلقا، لأن أمريكا وراء كل عملية عسكرية التي يجري جيش أوكراني بوكالة أمريكية. أنا لا أوافق مع إيفان حول الموضوع أن هذا جيش أوكراني تصرف، صحيح، ولكن أنا سمعت من الإذاعة الإسرائيلية، إذا تعرف تشيسنر راديو، يعني راديو إذاعة الحقيقة أو شريفي، هذا باللغة الروسية، وهناك كان يتكلم رئيس القائد الكاتبة أوكرانية، وهو قال بكل بالكلمة واحدة: أنا ضابط الجيش الإسرائيلي. لذلك بين هؤلاء الناس ليقاتلوا على جنب أوكرانيا، ليش فقط أوكرانيين؟ هناك كثير من الأجانب، من الأمريكان، من بولونيا، من إسرائيل، من دول أوروبية كلها. لذلك نحن نقول استدام روسيا على أرض أوكرانية بالجو أوكرانية وفي سماء في أوكرانية مع دول الغربية وليست مع أوكرانيين فحسب. نحن لا تزال في هذا التوصيف طبيعة إذا هذا هو التوصيف الروسي سيد ماتوزوف على أرض أوكرانية، يعني بهذه ثاني ضربة كبيرة اليوم تؤدي إلى إحراج روسيا، هل روسيا تنوي القيام بشيء إذا كان هذا رأيها أنه هي اليوم في قوات أجنبية أيضا تواجهها وليست فقط بمواجهة مع أوكرانيا؟ أنا أكيد أن القيادة العسكرية تستنتج من هذا. أولا الوجود التليفونات لدي الناس متجندين، أولا شيء ثاني كيف نزلوا إلى بيت واحد عدد كثير من الجنود، وهذا قريبا حوالي 20 كيلومتر عن الجبهة. شيء ثاني، وهذا إهمال، لا شك أن هذا إهمال القيادة العسكرية لتلك قوات مسلحة في هذه المنطقة، لا شك هذا يستنتج ويدرس ويعمل استنتاجات الضرورية. ولكن تلك الهجوم الذي حضروها في بحموت وفي مناطق أخرى في زاباروجيا، لا شك أن هذا عملية عسكرية تستمر بغض النظر من دعم الأمريكي، يمكن تزداد شدة الضربات على مساعدات الغربية التي تأتي على طريقة سكة الحديد من لوف إلى 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 كييف إلى حركف إلى دنباس حتى. لا ما دمروا هذا سكة الحديد لحتى اليوم. في موسكو تساؤلات عسيرة، يعتبرون أن هناك تواطؤ الأوليغارخ أوكرانيين وأوليغارخ في روسيا الذين مع جوازات سفر إسرائيلية الذين يحل المشاكل الاقتصادية بينهم. وأثناء الحرب يعمل أنابيب غاز، أنابيب بترول، أنابيب سيد ماتوزوف، شو اسمه هذا المادة يعني حتى نبقى بنفس الموضوع. سيد إيفان، بحضرتك لديك كان رد أعتقد على كلام سيد ماتوزوف وأيضا على المرحلة القادمة، يعني حتى أوكرانيا تتحضر لمرحلة أصعب من جانب روسيا بعد ما حصل. فعليا ما هي المعطيات؟ ماذا بقي؟ أعتقد أن هذه العملية من بشكل استراتيجي لن يؤثر، يعني استهداف الروس في هذه المبنى لن يؤثر على الحرب جذريا، لأنه روسيا لا تهتم بهذا علف المدفع التي ترسل جنودها إلى أوكرانيا ويمدون بكثرة. يعني الآن طبقا للحسابات الأوكرانية هناك أكثر من 107,000 جنود الروس قتلى وهناك عدد كبير من الجرحى. وثانيا نحن نتوقع الهجوم أوسع ليس بسبب الضربات على روسيا أو داخل روسيا، ولكن بسبب التجنيد الذي تم إعلانه في الصيف الماضي
والآن نتوقع أن هناك سيكون مرحلة ثانية من التجنيد، لأن يحتاجون الروس بعدد أكبر. وكذلك عندما نحلل وسائل الإعلام الروسية، هناك تحضير لرأي العام بالمزيد من التجنيد في المرحلة القصيرة المقبلة. وبالنسبة لتصريحات أن هناك المواجهة بين روسيا والغرب، وهي زائفة تماما، وتستعمل روسيا هذه القصة فقط لأن يوضح أو يشرح للجمهور الروسي أنها تخسر كثيرا، ليس بسبب أن أوكرانيا قوية، ولكن بسبب أنها تواجه 50 أو أكثر دولة. هي فقط لا أكثر من قصة زائفة، والجيش الروسي هو عنده الحرب مع الجيش الأوكراني. وبالفكرة الآن سمعنا عن الجيش الإسرائيلي، وهذا الكلام كذلك زائف موجه للجمهور العربي، لأن عندما شاركت في قناة تركية فالمخبير من روسيا قال أن هناك جنود من جولان وهذا في أوكرانيا، وهذا كذلك قصة زائفة ولكن موجهة للجمهور التركي. وللقنوات ولأوروبا هناك قصة عن النازية الزائفة، وهذه عدد من القصص الزائفة الروسية لا يؤثر على إرادة أوكرانيا لحقها في البقاء وفي الوجود كشعب وكدولة، ولدينا حق سيادي في التحرير وتحرير كامل الأراضي الأوكرانية. وستنتهي الحرب عندما تنسحب روسيا قواته من أوكرانيا، وهذا هو الحل الوحيد. طيب، بس بالنسبة لأوكرانيا سيد إيفان، اليوم استهداف البنية التحتية، هل في قدرة لأوكرانيا على الصمود؟ نتحدث هنا شعبيا، لا أتحدث عسكريا، يعني فعليا داخليا، كيف يبدو الوضع الآن مع كل هذه الاستهدافات المتكررة؟ نعم، يعني روسيا حصلت على أقصى أهدافها عندما استهدفت البنية التحتية من أجل إحداث الكارثة الإنسانية في أوكرانيا، حتى الناس غيروا رأيهم وغيروا الحكومة في أوكرانيا، لأن فعلا أوكرانيا ديمقراطية والرئيس أوكرانيا يقوم بما يريد الشعب. والشعب طبقا لإحصاءات الأخيرة أكثر من 85% لا يقبلون أي تنازل لروسيا، خاصة بما خصوص القرم أو لوهانسك أو دونيتسك، ويريدون التحرير كامل الأراضي ومؤاقبة الروس على كل هذه الجرائم الحرب الذي والإبادة الجماعية حدثت في بوتشا وماريوبول والأخيرها. يعني هذه الضربات على البنية التحتية عملت أكثر ذلك، فقط قوت إرادة الشعب للصمود، ونحن الآن مجهزين أفضل لذلك. هنا اشترينا البطاريات والمولدات، نحن تأقلمنا رغم هذه ظروف الشتاء البارد. يعني الشتاء هو لا بأس به الآن، ولكن حتى دون كهرباء نشعر بأنه بارد، ولكن نتأقلم بذلك ونتمنى الانفراج، ولا بد لليل أن ينجلي. شكرا جزيلا لك ضيفنا من الكويت الدبلوماسي الأوكراني إيفان سهيدا، والشكر موصول لضيفنا من موسكو الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي فيتشيسلاف ماتوزوف. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام الساعة الأولى من الأخبار الليلة، دقائق قليلة ونفتح ملفات ساعة ثانية نبدأها كذلك من تصريحات زعيم ميليشيا حزب الله التي كنا ننقل الأخبار العاجلة عنها، ومنها ننتقل إلى تطورات تتعلق بتركيا وملفات أخرى. أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.
كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم. في كل ثانية تمر هناك أحداث، صراعات. في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهدا، تشكل خبرا، تصنع حدثا. ما يتم الآن هو رسم خطوط لهذا التماس. فقد عزز الجيش السوري والقوات الروسية وجودهما. روسيا لن تنسحب من سوريا، ولكنها الآن تعيد إعادة الموضع. هنا قبالة مدينة عين العرب، هدوء حذر في الجانب التركي. موقف وزير الخارجية الروسي هو ضوء أخضر. هل فعلا تركيا ستبدأ بهذه العملية العسكرية؟ تستجيب قسد بشكل جدي للتهديدات التركية. هناك قوات سورية تسيطر ومدعومة من قبل الروس. النظام مستعد أن يقسم سوريا كلها حتى يبقى موجود. أمام أي خيار الحكومة الإيرانية الآن؟ هناك عشرات من مهجري عفرين التي تسيطر عليها القوات التركية. هي حرب صمت. من يصمت أكثر عن تصرفات أنقرة في الشمال السوري؟ ومن سيكون داعم لقوات سوريا الديمقراطية في هذه المعركة؟ ماذا عن النظام ودور النظام؟ نتحدث هنا عن أراضي سوريا. هل ستكون هناك ضربات أمريكية على هذا الفصيل؟ قضية سداح مداح، وراح نرجع للفوضى والديكتاتوريات والامور الاخرى. مش هنقدر نخليها تمر هذه الكلمه مرور الكرام. ايران فيها مشاكل عده. وهنا نتحدث ان العراق يقع بين نارين، نار الميليشيات ونار داعش. نحن في بلد الغرائب والعجائب في لبنان. انا شاعر، بيتي شاعر، العالم كله شاعر. صرف اليوم من أموال في البومبان هو قمع لحرية الشعب السوداني، والثورة مستمرة. جلسة مشاورات جديدة بين الحكومة والاتحاد العام للشغل. على الحكومة أن تتفهم المطالب المشروعة والواقعية التي قدمها الاتحاد العام التونسي للشغل. اليوم على الحكومة أن تصارح الشعب التونسي بحقيقة أوضاعه وبحقيقة ما وصل إليه الوضع الاقتصادي والمالي. لمحت الزعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمقاطعة الانتخابات التشريعية. ما هي الخطوة الأولى التي سيبدأ بها الرئيس التونسي؟ قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بدعوة قائد جبهة البوليساريو إلى تونس لحضور هذه القمة. ما الأسباب الممكنة لهذه الخطوة التونسية؟ هناك يعني اتفاق مسبق، وخاصة في القمم الإفريقية اليابانية، بأنه لن يتم استدعاء يعني جبهة البوليساريو. المسألة ليست من تنظيم تونس لوحدها، بل هي من تنظيم تونس إلى جانب ثلة من الدول وزعماء الإفريقيين. نتحدث عن أزمة قابلة للاحتواء، ممكن أن تتطور الآن بين تونس والمغرب. عالمنا في تحول دائم، تتغير المعطيات فتختلف النتائج. نصبح على حدث ونمسي على آخر. ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة. من مكان الحدث، من قلب الحدث، بالدقة والتفاصيل التي تهمك، حتى تقوم بالقرار السليم، عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة. الحدث. من تهديد الانتقام إلى مطلب العدالة، طهران تراجع استراتيجية الرد على مقتل سليماني وذكراه باردة. أنقرة تعلن رفض واشنطن لتطبيع أردوغان الأسد، واعتراف مفاجئ، حرب سورية تركية مشتركة على الأكراد. بن غفير يبدأ حقبة نتنياهو الجديدة بالجدل، اقتحام للأقصى ومخاوف فلسطينية إنها خطوة لتحويله إلى معبد يهودي.
60 قتيلا أم 400؟ الكرملين أمام أكبر خسارة لسنوات، وترويج الأمريكي إنه سلاح هايمارس. أرحب بكم مشاهدينا في ساعة ثانية من الأخبار الليلة. في حديث لحسن نصر الله زعيم ميليشيات حزب الله اللبناني يبدو التناقض فيه، حيث نفى دور إيران في العراق ثم أكد أن قاسم سليماني هو من دعم المقاومة العراقية. فيقول نصر الله أن ذلك ليس صحيحا، أن إيران جاءت وأطلقت المقاومة في العراق، مشيرا إلى أن من أطلقها هم عراقيون قادة وعلماء وفصائل، لكنه يؤكد أن طهران دعمت هذا الاتجاه، ويؤكد أن قاسم سليماني قدم الدعم المعنوي والفكري واللوجستي والتدريب والتنسيق للمقاومة العراقية. ثم يمتدح أبو مهدي المهندس ويقول إنه إلى جانب قاسم سليماني يلعب المهندس بالخفاء دور المنسق الأساسي بين فصائل المقاومة العراقية. هنا حضور الحاج قاسم سليماني، طبعا لا أضيع سرا، سابقا قيل هذا والأمريكيون يعرفونه جيدا. ليس صحيحا أن يقول أحد بأن إيران هي التي جاءت وأطلقت المقاومة في العراق. الذي أطلق المقاومة في العراق هم عراقيون قادة، علماء، فصائل، أطر، تيارات، لا أدخل في الأسماء، نحترمهم جميعا. الجمهورية الإسلامية دعمت هذا الاتجاه، الحاج قاسم قدم الدعم المعنوي والفكري واللوجستي والتدريب والتنسيق والترابط، وهنا كان حضور الحاج أبو مهدي المهندس حضورا قويا وفاعلا إلى جانب الحاج قاسم سليماني، كان يلعب بالخفاء دور المنسق الأساسي بين فصائل المقاومة بين عام 2003 و2011. عندما نتحدث عن دور المقاومة في العراق في إلحاق الهزيمة بهذه النسخة من المشروع، هنا يحتر الحاج قاسم والحاج أبو مهدي بقوة. وكشف حسن نصر الله زعيم ميليشيا حزب الله اللبنانية أن قاسم سليماني كان له حضور في العراق وسوريا ولبنان واليمن، مشيرا إلى أن سليماني حضر في العلن لأنه مجبر إلى أن ينزل إلى الميدان ليقاتل بيده. كما يحضر أبو مهدي المهندس إلى العلن لأنه مجبر أن يذهب إلى الجبهات وأن يعبئ ويدرب ويقود العمليات. هنا أيضا يحضر قاسم سليماني، لكن هنا يحضر في العلن، في العلن لأنه كان مجبرا أن ينزل إلى الميدان ليقاتل بيده. يحضر أبو مهدي المهندس بالعلن لأنه كان مجبرا أن يذهب إلى الجبهات وأن يعبئ وأن يدرب وأن يقود العمليات، وكان هذا العلن أيضا مطلوبا لأسباب معنوية وروحية وثقافية وإرادية، وكانت كل مجريات العقد الماضي من 2011 لل 2020 إلى الشهادة. في هذه المعركة أيضا حضر الحاج قاسم وحضر أبو مهدي المهندس. حاج قاسم حضر في كل المحور، في العراق، في سوريا، في لبنان، في اليمن. نناقش هذه التصريحات مع ضيفنا من بيروت الكاتب السياسي الدكتور حارث سليمان. مساء الخير دكتور حارث، أهلا بك معنا في الأخبار الليلة دائما على شاشة الحدث. من شخص كان يقول أنه سلاح المقاومة وعتادها وحتى طعامها يأتي من إيران، يتحدث اليوم أنه هذه المقاومة ليست أداة بيد إيران، وبين شخص كان دائما ما يفاخر بالنفوذ الإيراني والدور الإيراني بدعم المقاومة يقول أن مقاومة العراق عراقية وفي محاولة للتنصل من ما قاله هو بأوقات سابقة. هل يحدد مرحلة جديدة الآن سياسيا نصر الله بهذا الكلام؟ مساء الخير إليك وللمشاهدين. في جملة مغالطات فيما يقوله السيد حسن نصر الله. طبعا هناك حقيقة أن قاسم سليماني كان حاضرا، صحيح هذا الكلام، صحيح أن قاسم سليماني كان حاضرا تماما منذ نهاية عهد محمد خاتمي، الرئيس محمد خاتمي،
وتولي أحمد نجادي في إيران مقاليد الأمور. وكانت هذه هذا الانتقال في السلطة تعبير عن انتقال حقيقي داخل السلطة في إيران عبر إمساك المرشد علي خامنئي بمقاليد السلطة وزمامها، وتقدم السلطة وسيطرة الحرس الثوري الإيراني على السياسة الخارجية والداخلية الإيرانية، وأيضا عبر إمساك السيد قاسم سليماني بما يدعى فيلق القدس. هذه مسألة بدايتها كانت حوالي سنة 2004، نهاية 2004 بداية 2005، أي نهاية عهد الرئيس محمد خاتمي وبداية عهد الرئيس أحمد نجاد. ما جرى في المنطقة بعد هذا التطور الهام؟ سنة 2005 جرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري في بيروت. نعم. سنة 2005 جرى انشقاق وحرب أهلية فلسطينية بين فتح وحماس في غزة، وكان هذا الأمر، هذه الحرب التي جرت في غزة بين الفلسطينيين، هي القشة أو الإسفين أو الخنجر الذي أساء إلى القضية الفلسطينية. يتكلم السيد نصر الله في أوقات في اليوم وفي أوقات أخرى عن حضور السيد قاسم سليماني في 2006. صحيح، هذا كلام صحيح، لأن قاسم سليماني كان في لبنان وكان إلى جانب السيد حسن نصر الله. نعم. وقد كان دوره كبيرا في شد عزيمة حزب الله وفي يعني إعلاء معنوياته النفسية وفي دعمه بجميع الأمور، لكن هذه الحرب سنة 2006 كانت حربا إيرانية على أرض لبنان، يعني كانت حربا استباقية إيرانية. طيب. من أجل الدفاع عن إيران في موضوع ملفها النووي. سنة 2007-2008 هنا أصل إلى المقاومة العراقية. سيدتي أرجو أن تعطيني دقيقة أخرى. في 2007-2008 كان هناك ما يسمى في العراق بورقة بيكر هاملتون، وهي ورقة كانت تعني المساومة مع الأمريكيين من أجل الخروج الآمن لقوات الأمريكية من العراق. يتحدث السيد نصر الله عن المقاومة العراقية ويقول أنها قاموا بها العراقيون، هذا صحيح، لكن المقاومة العراقية ضد الأمريكيين لم تكن شأنا إيرانيا، كانت من قام بالمقاومة في العراق ضد القوات الأمريكية يعني لم تكن الأحزاب السياسية الشيعية، ولم يكن الحشد الشعبي، ولم يكن يعني قاسم سليماني في هذا الإطار. المقاومة العراقية التي قتلت الأمريكيين لا علاقة لها بتشكيلات قاسم سليماني في العراق. بعد ذلك ماذا جرى في العراق؟ أتت مسألة داعش، ومسألة داعش هي هندسة إيرانية ممانعتية لأجل اجتياح المناطق السنية بدعوى مقاتلة الإرهاب. ماذا فعل قاسم سليماني؟ نعم، دخل المدن السنية في الأنبار بغطاء جوي أمريكي. نعم. وبالتالي هنا ليس الإنجاز في العراق في الانتصار على داعش يعني إنجازا لقاسم سليماني، هو قد يكون ساهم بريا في قيادة الحشد الشعبي الميليشيات المتحالفة مع إيران، لكن الإنجاز الأساسي كان هو بواسطة الجيش الأمريكي والقوات الجوية الأمريكية. يعني مش أول مرة تتهم الولايات المتحدة بهذا الموضوع بالنسبة لدور إيران بالعراق، يعني من 2003 وهذه الاتهامات قائمة. بس إذا بدنا نحكي الآن بالمرحلة القادمة بالمستقبل، اليوم في خطاب تهدئة يأتي بكلام نصر الله وبكلام الميليشيات وحتى بكلام إيران تجاه الوضع القادم، أو نحن فقط نتحدث الآن عن نوع من التهدئة على الجبهات العسكرية لأنه المعركة بمكان آخر بالنسبة لإيران، خاصة بالدول التي لديها نفوذ فيها وهي معركة سياسية؟ نعم، ما هو كل هذا الذي يجري، هذا الخراب الممتد من الناقورة إلى طهران، هذا خراب قام به فيلق القدس، وبالتالي اليوم وصلت إيران إلى مأزق، وصل العراق إلى مأزق، وصلت سوريا إلى مأزق،
وصل لبنان إلى مأزق. يتحدث السيد نصر الله عن القوة وعن يعني تنامي القوة وعن المحور المتشابك مع بعضه. نعم المحور متشابك مع بعضه ولكنه في أزمة. وبالتالي ماذا يقترح علينا السيد نصر الله؟ يقترح علينا في لبنان أنه سيقبل برئيس جمهورية يعني تسوية، ولا يصعد من شروطه لانتخاب رئيس الجمهورية. اليوم كان يبرر ما كان طالب به سابقا من أنه لا يريد رئيس يطعن المقاومة، وإنما هو يريد رئيس نتفق عليه جميعا. هذا السلوك لم يكن يعني موجودا صح. يوم فرض ببندقية المقاومة انتخاب ميشيل عون. وبالتالي هو يعي تماما موازين القوى، يعي تماما رغم ادعائه أنه هو في رأس قوته وأن المحور في أحسن أحواله، هو يعي تماما أن الأزمة التي تعيشها إيران، طبعا هو يعني يعزو ذلك إلى الحصار، هو ليس هناك من أي حصار، هناك فقط خراب تسبب فيه هذا النهج التدميري الذي لا يستطيع أن يتعامل مع أي معطيات جدية، يعيش في قمقم من الإيديولوجيا والعقيدة، وبالتالي يعمم الخراب. لذلك هو يقول أنه قوي، ولكنه مطالبه يعني متساهلة، ومطالبه يعني يسعى إلى تسويات في كل ملف. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا من بيروت، الكاتب السياسي الدكتور حارث سليمان. فاصل، نتابع من بعده في الأخبار الليلة. تركيا تتحدث عن عملية مشتركة مع دمشق ضد الأكراد. Le poste qui m'a certainement le plus intéressé est celui du ministère de la Défense. مسيرة سياسية زاخرة. كانت وزيرة للتربية ثم وزيرة للشباب والرياضة ووزيرة للدفاع ثم وزيرة للداخلية ووزيرة للعدل قبل أن تتسلم حقيبة الخارجية. في العام 2010 كان اسمك مطروحا بقوة لتولي رئاسة الحكومة أيام الرئيس نيكولا ساركوزي، ولكن هذا لم يحدث. عين مكانك فرانسوا فيون لتحل في الخارجية لاحقا. لماذا؟ إذن كانت فرنسية فرنسية، حزبية وبين سلطة ومعارضة. الوزيرة الفرنسية السابقة ميشيل أليوماري، الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. حشود عسكرية كبيرة انتشرت على طريق المطار في العاصمة الليبية طرابلس. القوات في كل مكان والميليشيات تتحكم في كل شيء في العاصمة. هل سندخل في صدام مسلح بين حكومة الدبيبة وبشاغة؟ هناك انسداد في المسار السياسي، هناك انسداد الآن في المسار العسكري. أكثر من مرة تتفجر الاشتباكات في العاصمة طرابلس، هذه المرة علامة. الاشتباكات التي اندلعت هي ذات طابع سياسي بحت. لا أتكلم عن الاجتماعات السياسية بقدر ما أتكلم عن أحداث حاسمة تتحمل مسؤوليتها الحكومة الموجودة في العاصمة طرابلس. لو زادت المواجهات العسكرية هناك لن تتم الضبط ولن يتم وقف إطلاق النار، وستكون المأساة كبيرة. أيا كان السبب وأيا كان البادئ، راح ضحية هذه العملية غير المحسوبة عدد كبير من الأبرياء والمدنيين. الحالة الميليشاوية التي تمر بها البلاد الآن، ألا تضع ليبيا في موقف خطير وتصعيدي ربما يصل إلى مربع لن يستطيع أحد منه النجاة؟ بكم من جديد. بينما تفصل خطوة واحدة لقاء تاريخيا بين الأسد وأردوغان، وزير الخارجية التركي يلمح لصعوبات. فاليوم تحدث وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو عن حرب مشتركة مع دمشق على الأكراد وعن رفض أمريكي للتطبيع بين الأسد وأردوغان. وزير الخارجية التركي قال إن المشاورات تمت مع دمشق بخصوص تنفيذ عمليات مشتركة ضد حزب العمال الكردستاني.
وأفاد أيضا بأن واشنطن ما زالت ترفض تطبيع العلاقة مع دمشق، داعيا الولايات المتحدة إلى إدراك أن السياسات المتبعة لسنوات في سوريا لم تصل إلى نتيجة على حد قوله. كما أوضح الوزير التركي أن الانخراط في مباحثات مع النظام السوري مطلوب من أجل العودة الطوعية والآمنة للسوريين، على أن تكون هناك لقاءات مع دمشق على مستوى الخبراء لتنفيذ الخطوات التي نوقشت على حد قوله. نناقش هذه التطورات مع ضيفنا هذا المساء في الأخبار الليلة من واشنطن، جويل ريبيرن المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا. سيد ريبيرن، مساء الخير، أهلا بك معنا في الأخبار الليلة. بداية، الموقف الفعلي الأمريكي اليوم إلى أي مدى هو معارض تماما لأي تطبيع تركي سوري؟ أعتقد هذا الموقف معارض إلى أبعد الحدود لأي تطبيع بين تركيا والنظام الأسد، وأعتقد أن تركيا في طريقها لاكتشاف ذلك. أنا أعرف أن المسؤولين الأتراك يقولون ربما أن الولايات المتحدة سوف تعارض، لكنها إذا ما أقدمت تركيا على الخطوة لن تواجه أي انتقاد من الولايات المتحدة. أعتقد أن المسؤولين الأتراك مخطئون في ذلك، فالولايات المتحدة الإدارة وكذلك الكونغرس سوف يعارضون أي تطبيع للعلاقات. طيب، لماذا كل هذه المعارضة من الجانب الأمريكي بوقت أنه إدارة بايدن كانت واضحة أنه الملف السوري ليس من أولوياتها؟ الواقع أنه كان هناك معارضة طويلة في واشنطن، ليس في الإدارة ولكن في الكونغرس وفي مؤسسات أخرى تؤثر على السياسة الأمريكية ضد الأسد، وهذا الشعور لن يزول. وفي الكونغرس الأخير فإن رأينا هناك تبني لقانون للتصدي للمخدرات، وكان يستهدف الرئيس الأسد وتعاونه مع حزب الله في ذلك، وسنشهد مواقف مماثلة كثيرة في الكونغرس بعد سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب. وأعتقد أن مواقف تركيا مثيرة للقلق بالنسبة لأولئك الذين عملوا على الملف السوري لفترة طويلة من الزمن، لأن تركيا تواجه صعوبات في علاقاتها مع مؤسسات الحكم في أمريكا، وهذا أي هذه الخطوة سوف تعقد الأمور. تركيا اليوم قالت وتوجهت للمؤسسات الأمريكية، يعني قالت أنه على الولايات المتحدة أن تعلم أن السياسات المتبعة لسنوات بسوريا لم تصل إلى نتيجة. البعض قرأ بذلك أيضا أنه بكل تلك السنوات التي كان فيها سياسة أمريكية تجاه سوريا كانت تركيا طبعا مؤيدة، وحتى البعض قال أنه كانت تتعاون بشكل كبير مع الولايات المتحدة، وهذا لم يوصلها إلى مكان ما استدعى منها موقفا مغايرا هذه الفترة. كيف سترد الولايات المتحدة على هذا الكلام التركي برأيك؟ أعتقد أولا الكونغرس الآن لديه علاقة مضطربة مع تركيا، وهناك الكثير من القضايا التي تتواصل تركيا فيها مع الكونغرس في مجال الدفاع وكذلك العلاقات العسكرية. هذا سوف يزيد من تشدد العلاقة بين تركيا والكونغرس، هذا أولا. ثانيا،
إذا ما بدأت أنقرة باتجاه تطبيع العلاقات مع سوريا وبدأت بخفض الضغوط على نظام الأسد بشكل يؤدي إلى أنشطة اقتصادية مع سوريا، هذا سيواجه بعقوبات أمريكية، وبالتالي أرى أن هذا سبيل مضطرب تسلكه تركيا. أعتقد في واشنطن هناك شعور أنه بغض النظر عن الاتفاقات بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن سوريا في السابق، فإن التواصل مع بشار الأسد لن يحل هذه المشكلات، فالأسد هو ثقبة سوداء ولا تساعد كثير في أي تطبيع للعلاقات. طيب، تحدث حضرتك عما يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة إذا ما فعلا تركيا ذهبت إلى تطبيع كامل وعودة العلاقات الاقتصادية، ولكن أيضا ما الذي يمكن أن تفعله واشنطن بسوريا إذا فعليا عادت العلاقات بين هذين الطرفين، ويأتي الحديث بقوة عن عملية مشتركة بين أنقرة ودمشق بالشمال السوري تجاه الأكراد؟ أعتقد الشيء الأول الذي علينا القيام به هو أن نكون واقعيين. لن يكون هناك أي نجاح لأي تطبيع للعلاقات بين أنقرة وبشار الأسد. هذه الخطوة محكوم عليها بالفشل. كل مساعي تطبيع مع بشار الأسد فشلت من قبل دول أخرى. انظر إلى الإمارات والأردن اللذين حاول تطبيع العلاقات مع بشار الأسد، والآن هم لديهم المخدرات الكبتاغون تصل إلى بلديهما، وبالتالي لا ينبغي أن نعطي أهمية كبرى لهذه المساعي. ما ستقوم به تركيا سوف يكون مآله الفشل، لأنه لا يمكن التصالح مع بشار الأسد. بعض السيناريوهات التركية مع النظام الأسد ليست واقعية، وسيكون هناك الكثير من الطاقة والوقت الذي سوف يكون مهدرا إذا ما ذهبت تركيا في هذا الاتجاه، لأن هذا المسعى سوف يكون فاشلا. طيب، ولكن بنفس الوقت تركيا جادة جدا بموضوع قصف مواقع معينة للأكراد بسوريا، كانت جادة جدا بالحديث عن إمكانية عملية برية، والبعض يقول إنها تحاول الذهاب إلى عملية برية بالتنسيق مع النظام السوري. هذا الأمر كيف سيتم تعاطي معه أمريكيا، وهي يعني واشنطن هي التي كانت تقول إنه الأكراد حلفاء، بوقت إنه هي تتهم من جانبهم الآن بأنها تركتهم؟ أعتقد أنه إذا ما حاولت تركيا القيام ببناء بعض التحالف مع نظام الأسد وروسيا ضد قوة سوريا الديمقراطية، أولا تركيا سوف تخدع من قبل نظام بشار الأسد الذي لن يكون له أي نية للسماح لتركيا بالتواجد على أي متر مربع من الأراضي السورية. ثانيا، وحتى إذا ما قامت تركيا بالسير في هذا الاتجاه، هذا سيعقد العلاقات ليس بين تركيا وواشنطن فحسب، وإنما بين تركيا والكثير من البلدان الأخرى لا سيما الأعضاء في الناتو، لأن المعركة ضد الداعش في سوريا ستبقى هذه أولوية بغض النظر عما يحدث في أوكرانيا. دول الناتو والولايات المتحدة مهتمة جدا بهذه الحملة ضد داعش، ومن خلال استهداف قوات سوريا الديمقراطية سيكون خطأ أن ترتكبه تركيا. هل هذا يعني أنكم مستعدون لدعم قوات سوريا الديمقراطية بوجه أي استهداف لها من جانب تركيا؟ كلا. لاحظي معي، بالتأكيد نحن لا نريد أن نرى وضعا يكون فيه مواجهة بين تركيا من ناحية والولايات المتحدة ومن ناحية أخرى، وهذا ما تريده تركيا أيضا. تركيا والولايات المتحدة هما حليفان لا يمكن لأحدهما أن الاستغناء عن الطرف الآخر، وهذا ما استمر طيلة 70 عام وسوف يبقى كذلك. نحن بالتأكيد بحاجة لبعضنا البعض، سنحاول حل
المشكلات ذات الاهتمام المشترك من خلال استخدام علاقاتنا الحليفة والتصرف كحليفين. وتركيا شعرت بالغضب إزاء السياسة الأمريكية في السابق، وهذا ينطبق على الولايات المتحدة، لكن ذلك يتطلب العمل معا من أجل مواجهة هذه المشكلات خطوة بخطوة، ويمكن أن ينجح ذلك. وقد وقفت على هذا الأمر، لقد شعرت بالكثير من الإحباط وكذلك في أنقرة إزاء عدم حدوث ذلك خلال العام ونصف الماضيين. أي أن كان الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن سوريا لم تحقق الكثير. طيب، بهذه الحالة سيد ريبيرن، كيف تنوي الولايات المتحدة حماية الأكراد إذا كانت فعلا يعني في عملية معينة، حتى لو يعني لم تكن هناك عملية برية حتى الآن، في استهدافات جوية حصلت بالفترات السابقة، في قتلى وقعوا بالمناطق الكردية، وفي محاولات يعني لإخراج هذه القوات من مناطقها، هذا الأمر كيف يمكن التعاطي معه أمريكيا؟ لا يمكن لي أن أتصور سيناريو آخر لا تكون في الولايات المتحدة وتركيا في مواجهة مشاركة. أعتقد أن الطرفين سوف يسعيا لتجنب ذلك. من جانب أنقرة يجب ضبط النفس، ومن الجانب الأمريكي يجب أن يكون هناك بعض الاهتمام بالمخاوف التركية، وعلى الولايات المتحدة أن تنظر في الوضع على الحدود سوريا تركيا وتتفاهم ما يحدث هناك حتى ندرك مخاوف تركيا أو نؤكد لها أنه في بعض الأماكن بعض هذه المخاوف ليست مؤسسة، وعلينا أيضا أن نقوم برصد الحدود بشكل مشترك حتى تتأكد تركيا بأن الولايات المتحدة تسمح بتنفيذ أي هجمات ضد تركيا من المواقع التي تتواجد بها قوات أمريكية. علينا نقوم بهذا الحوار الاستراتيجي كحليفين، بدلا من أن يذهب حليف بالتواصل مع بشار الأسد، ويجب أن نعمل على حل المشكلات بين واشنطن وأنقرة حول نفس الطاولة. هل يمكن أن تبقى تركيا حليفة الولايات المتحدة إذا ما فعلا ذهبت لحوار مع بشار الأسد بالملف السوري؟ بادئ ذي بدء الواقع أن تركيا تواصلت مع بشار الأسد، لكن ذلك لن يؤدي إلى أي نتائج. أعتقد أن ما يحدث في الوقت الراهن لا جدوى من ورائه. انظري إلى البلدان التي تضررت، أشرت إلى الإمارات والأردن، هذان البلدان اللذان لم يستفيدا أي شيء من تطبيع العلاقات مع بشار الأسد. وبالتالي أعتقد أن تركيا ستظل حليفا للولايات المتحدة، لكن قوة هذه العلاقة ونجاعتها يتوقف على ما ستقوم به تركيا، لأن تركيا قد تجعل أصدقائها وحلفائها في مواقف صعبة، وخاصة في مجال المساعدات العسكرية في ظل ما يحدث في أوكرانيا والبحر الأسود. شكرا لك ضيفنا من واشنطن جويل ريبيرن، المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، على هذه المداخلة معنا. نستمر في هذا النقاش مع ضيفينا من اسطنبول أستاذ العلاقات الدولية الدكتور سمير صالحة، ومن دمشق الكاتب الصحفي عبد الحميد توفيق. مساء الخير لكما، أهلا بكما أيضا في الأخبار ليلى على شاشة الحدث. دكتور سمير، موقف أمريكي يتضح أكثر فأكثر، ليس من المقبول التطبيع بين أنقرة ودمشق على الأقل بالمواقف المعلنة، ولكنها تبدو يعني جدية أكثر. تبعت معنا أكيد كلام سيد ريبيرن، هذا أين يضع تركيا الآن؟ صحيح، مساء الخير للجميع. اولا يعني طبعا اظن انه الولايات المتحده الامريكيه تعرف تماما انها تتحمل مسؤوليه كبيره في ايصال الامور الى هذه الدرجه من التعقيد بين انقره وواشنطن في التعامل مع الملف السوري، نقطه اولى واساسيه. صحيح انه الان في تقارب تركي روسي في اكثر من ملف ثنائي واقليمي، واظن انه الإجابة عند واشنطن أن تطرح السؤال لماذا هذا التقارب والذي ينتقل إلى مرحلة استراتيجية في العلاقات والتنسيق بين البلدين،
ولماذا الولايات المتحدة الأمريكية المفترض كما أشار ضيفك أيضا أنها حليف وشريك الآن خارج هذا المشهد. لكن أنا رأيي الشخصي أنه ما زال في فرص، وربما هنا أتفق مع ضيفك بشكل أو بآخر، في فرص لحماية هذا المسار العلاقات التركية الأمريكية. مولود شاوش أوغلو في 17 من الشهر الحالي كما أعلن اليوم سيكون في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه ستكون فرصة مهمة برأيي للبلدين لمناقشة كل هذه الملفات الساخنة وبينها الملف السوري. هل تذهب واشنطن باتجاه نعم الإصغاء إلى ما يقوله شاوش أوغلو وربما صناعة سياسة أمريكية جديدة أم لا؟ هذه مسألة برأيي تحتاج يعني أنتم يعني تركيا في فقط المطروح الآن هو أن تقترب واشنطن لما تقوم به تركيا، وليس من المطروح بالنسبة لتركيا أن تذهب باتجاه واشنطن بالنسبة لسوريا الآن بعد الآن على الأقل. رأيي الشخصي صحيح رأيي الشخصي إطلاقا إنه أنقرة لن تعدل من سياساتها بالاتجاه الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع الملف السوري، لأنه القيادات السياسية التركية حملت واشنطن مسؤولية مباشرة في إيصال الأمور في سوريا إلى هذه الدرجة من التعقيد عبر خيار دعم مجموعات قسد والتمسك بهذا الخيار حتى الآن. إذا لم تراجع واشنطن هذه السياسات لا أظن إطلاقا أنه سيكون هناك أي تقارب أو تنسيق بين البلدين في الملف السوري. أنتقل إلى ضيفي من دمشق أستاذ عبد الحميد. يعني حتى الموقف الأمريكي يشكك كثيرا بتقارب روسي سوري، شكك كذلك بأي تقارب حصل بأوقات سابقة بين أطراف أخرى والنظام السوري على أساس أنه لم يتوقف موضوع الكابتاجون، لم تتوقف المواضيع التي يفترض أنه تم الاتفاق عليها بأن تتوقف بين كل هذه الأطراف. اليوم في اتهام مباشر لدمشق بهذه الأمور، كيف يمكن الرد؟ مساء الخير لك لارا ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. أعتقد بأن هذا الخيار الذي تسلكه تركيا مع دمشق برعاية الروسية لن يكون تحت أي تأثير مباشر أو معرقل جدي فيما يتعلق بهذا الخيار بالوصول إلى تفاهمات. حتى لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تعلي صوتها بين الفينة والأخرى بأنها غير راضية عن مثل هذا التقارب، تتهم دمشق باتهامات قديمة جديدة، وتتجه باتجاه تركيا بأنها وتحاول التلويح بأنها حليف يجب أن تبقى كذلك، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية سياستها في المنطقة عموما لا تقوم على احترام مصالح الآخرين أو حتى حلفائها في المنطقة، بل تقوم على نزعة هيمنة تؤدي إلى النفور. ضيفك الكريم تحدث قبل قليل من تركيا بكلمة مهمة جدا، قال لماذا لا تسأل واشنطن نفسها لماذا هؤلاء الحلفاء يذهبون للتواصل مع مثلا تركيا مع روسيا وتصل علاقاتها إلى هذه الحالة الاستراتيجية أو هذه التفاهمات الاستراتيجية. أعتقد بأن المثلث السوري الروسي التركي اليوم سيجد ركيزة أساسية، لأن المصالح بين الدول الثلاث تقاربت، ولأن الدافع الأساسي للتوجه إلى دمشق هو رغبة تركية مضغوطة بمصالح محددة في الداخل وفي المحيط وفيما يتعلق بأمنها القومي وخشيتها من تطور حالة قسد على يد الأمريكيين الذين يرعونهم إلى حالة إرهابية حقيقية تهدد الأمن القومي التركي، وبالتالي حين تهدد هذه المجموعات الأمن القومي التركي ستكون تهديدها أيضا مباشرا على الجانب السوري. بتقديري أن هذه المسألة هذه المرة الولايات المتحدة الأمريكية لن تجد سوى هذا الحديث ولن تستطيع إيقاف هذه العجلة لبواعث. هل هذا سيدفع دمشق إلى التسريع بالتقارب أكثر مع تركيا بظل وجود هذا الموقف الأمريكي؟ لا أعتقد أن يكون هناك تسريع على حساب المصالح أو على الأقل على حساب التفاهمات التي تبلورت في لقاء القادة الأمنيين وعلى حساب والتي تبلورت بشكل واضح أكثر مع بين وزيري الدفاع حين اتفقوا على نقاط محددة لتأسيس بنى أساسية وقواسم مشتركة تمهيدا للقاء الدبلوماسي بين وزيري الخارجية ثم لقاء القمة المفترض لاحقا.
دكتور سمير، يعني العنوان الموجود الآن حتى بموضوع التقارب التركي السوري هو التحالف التركي الروسي الذي يتضح أكثر فأكثر على حساب التحالف التركي الأمريكي الموجود اليوم. أي أثمان تركيا مستعدة أن تدفعها حتى تحافظ على تقارب أو تحالف روسي تركي يأتي على حساب الأمريكيين؟ صحيح، سؤال أساسي برأيي وفي قلب النقاش في المرحلة المقبلة. لماذا؟ لأنه الآن الغرب ككل عنده أزمة بسبب هذا التقارب والانفتاح التركي الروسي في التعامل مع ملفات استراتيجية البعد تخدم مصالح الطرفين في موضوع الطاقة، في موضوع التجارة الخارجية، موضوع تبادل الخدمات في ملفات سياسية. لذلك إذا لم نرى تحول حقيقي في سياسات العواصم الغربية لا أظن أنه أنقرة ستذهب بمنحى مراجعة سياساتها مع هذه العواصم. لكن في جميع الأحوال علينا أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار ما قاله مولود شاوش أغلو، تحدث عن آلية ما زالنا في بدايتها في الحوار بين أنقرة ودمشق، وركز على موضوع قرار مجلس الأمن 2254 وتفعيل هذا القرار في مسار هذا الحوار الآن بين أنقرة وبين دمشق. كيف ستكون الترجمة العملية تحتاج برأيي إلى وقت طويل، أبعد من مسألة الحوار بين الأجهزة الأمنية والعسكرية والسياسية. ينبغي أن يكون هناك في قناعة، سؤال هل هناك قناعة تركية سورية جديدة مشتركة بفتح الطريق أمام تنفيذ قرار مجلس الأمن أم لا؟ هذا برأيي أيضا نقطة تحتاج إلى نقاش في الأيام المقبلة في العلاقات بين الطرفين. طيب، بالذهاب إلى ضيفنا كذلك من دمشق أستاذ توفيق، يعني فعليا كم في يعني تعويل لدى دمشق الآن على موقف واضح من تركيا وربما إمكانية بمرحلة قادمة تحالف واضح أو تقارب واضح؟ يعني بظل أنه الكل يعلم أنه تركيا اليوم عضو بالناتو، تركيا هي على تحالف استراتيجي مع الولايات المتحدة لفترة طويلة، إلى أي مدى يمكن البناء على تقارب سوري تركي بدون ضوء أخضر أمريكي؟ أنا أعتقد بأن هذا التقارب إذا استمر في على هذا المنوال وكان هناك تفاهمات واضحة وصريحة تلبي مطالب الطرفين ومصالحهما وكذلك تزيل الهواجس المقلقة لديهما، أعتقد بأنها أن التعويل كبير على هذه العملية وعلى هذا التقارب. وعودة إلى ما طرحتيه وتفضلت به بأن هذا تركيا عضو في الناتو وإلى آخره، تركيا قبل 2011 كانت على علاقة وطيدة مع سوريا، وصلت إلى مرحلة أنها أزالت حتى الحواجز الحدودية بين الطرفين. وأود أن أشير إلى نقطة بأن تركيا رعت جانبا مهما في التفاوض الإسرائيلي السوري بشأن مسألة الجولان، وتمكنت من إصدار بيان مشترك ثلاثي من دمشق وتل أبيب وإسطنبول في ذلك التاريخ بأن هناك لبنة قد وضعت من خلال إدارتها لعملية تفاوضية غير مباشرة برعايتها في إسطنبول. أورد هذا المثل لأقول بأن العلاقات بين الدول في كثير من الأحيان إذا بنيت على مصالح واضحة وصريحة ومشتركة وقواسم مشتركة في هذه المصالح، أعتقد بأنها ستتجاوز كثيرا من المطبات وكثيرا من هذا من التشويش الذي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية اليوم وضعه في هذا المناخ. لماذا؟ أتساءل لماذا الولايات المتحدة الأمريكية وهي حليف لتركيا وهي عضو في الناتو كما هي تركيا، لماذا تدعم حركة انفصالية مصنفة في كل ولدي الولايات المتحدة الأمريكية بأنها إرهابية؟ لماذا تحويها وتحتويها وترعاها وتدعمها وتقوم بعمليات ضد الجانب التركي؟ سؤال حقيقة يشير إلى جواب بسيط، وهو أن النزعة الهيمنة الأمريكية لا تقبل بشريك ولا تقبل باحترام مصالح حتى حلفائها. شكرا لك ضيفنا من دمشق الكاتب الصحفي عبد الحميد توفيق، والشكر موصول لضيفنا من إسطنبول أستاذ العلاقات الدولية الدكتور سمير صالحة. نذهب إلى فاصل أخير ومن بعده نتابع. أقدام بن جفير في المسجد الأقصى تثير أزمة. يا
نتواجد هنا في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. ينضم إلينا مراسل الحدث. نحن الآن في منطقة الفليحة حيث الخطوط الأمامية لقوات الجيش الوطني والمقاومة. كيف يمكن أن يتحرك مجلس التعاون الخليجي لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية الحوثية؟ السلام سيتحدد في اليمن بالضغط على إيران. العملية العسكرية مستمرة لملاحقة فلول الميليشيات الحوثية. ما الذي تريد ميليشيا الحوثي أن تحققه من وراء هذا التصعيد؟ أنا أعتقد الآن في المكان الذي تم استهدافه مساء البارحة. ما أبرز ما تم حتى الآن؟ ميليشيات الحوثية أساساً لا تؤمن إلا بالحرب. هذا المكان لم تصله أقدام الميليشيا الحوثية وبقي صامداً رغم الضربات المكثفة. هذا التصعيد الحوثي الأخير إلى أي حد هو مرتبط بالخسائر التي تتلقاها هذه الميليشيا الحوثية على الأرض في الداخل اليمني؟ الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل وقت حدث يغير شيئا ما في حياة أناس في قرارات قادة وفي مصائر دول لأن لكل خبر تداعياته. تابع الحدث في مكانه وزمانه. أهلا بكم من جديد. في تعبير واضح أن الوزير المتشدد بن غفير سيكون لاعبا مركزيا ومؤثرا في حكومة نتنياهو، قام بالتنسيق مع نتنياهو وقادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية باقتحام ساحات المسجد الأقصى، الأمر الذي قبل بتحذير فلسطيني شعبي ورسمي لحكومة نتنياهو من انفجار الأوضاع الميدانية وبإدانات عربية ودولية للخطوة الاستفزازية. ورفعت إسرائيل حالة تأهب في القدس والضفة الغربية المحتلة وعلى حدود غزة خشية من تصعيد محتمل ردا على اقتحام بن غفير. وأوعز وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إلى قادة الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة بالاستعداد للتعاطي مع أي تصعيد ميداني محتمل. على وقع الاقتحام الاستفزازي لوزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير لساحات المسجد الأقصى، سارعت إسرائيل إلى رفع حالة التأهب خاصة على حدود قطاع غزة خشية من إطلاق صواريخ وخوفا من عدم اقتصار ردود الفعل الشعبية والرسمية الفلسطينية على بيانات التنديد والاستنكار. الشعب الفلسطيني لن يرضى بتمرير هذه الجرائم اليومية من اقتحامات للأقصى، وكانت الاقتحامات تتم على يد المستوطنين، الآن تتم على يد الحكومة الإسرائيلية. يعني أنا أعتقد أراد نتنياهو أن يضع قواعد جديدة للعبة في المسجد الأقصى المبارك، وأنا أقول أنه سيتحمل مسؤولية عن نتائج هذه اللعبة، لأن اللعب بالمسجد الأقصى المبارك هو بالعادة لعب بالنار بالتجربة منذ عام 67 وحتى اللحظة. وكان الوزير المتطرف بن غفير لجأ إلى نوع من الخدعة، حيث أشاع أن اقتحامه الأقصى تأجل بعد تحفظ نتنياهو، لكن الرجلين كانا اتفقا على الاقتحام مسبقا وتم مدة 13 دقيقة فقط بشكل غير معلن. أما نتنياهو فتجاهل الحديث عن الاقتحام في جلسة الحكومة وفضل التحدث عن إيران. للأسف خلافاً للرأي السائد بأن الاتفاق النووي الخطير شطب عن طاولة البحث بعد الأحداث الأخيرة في إيران، أعتقد بأن هذه الإمكانية ما زالت قائمة ولم تنتهي. في حكومة أنا عضو فيها لن تكون هناك تفرقة عنصرية، اليهود سيصعدون لجبل الهيكل ونوضح لحماس أننا لن نتراجع. وفي العودة إلى الاقتحام، فإن بن غفير سبق وأن تسبب بالحرب الأخيرة على قطاع غزة بعد اقتحاماته المتكررة لساحات الأقصى وحي الشيخ جراح، لكن الاقتحام الحالي يبدو مغيرا بعد أن أصبح في موقع صنع قرار. يعرف بن غفير في إسرائيل بأنه مشعل حرائق تقليدي، وقد وضع حاليا بالقرب من برميل من البارود، واقتحامه للمسجد الأقصى سيصب الزيت على نار المواجهة القائمة مع الفلسطينيين الذين يقولون إن التطرف لم يعد شعارات أو تصريحات بل أصبح ممارسة على الأرض. زياد حلبي، الحدث، القدس الشرقية المحتلة.
معنا من رام الله لمناقشة هذه التطورات عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل أبو يوسف. مساء الخير دكتور، أهلا بك معنا في الأخبار ليلى على شاشة الحدث. اقتحام بن غفير للأقصى اليوم هو محاولة لجس النبض وقياس خطورة ومدى ما ردة الفعل التي ستحصل إزاء ذلك، أو هو فعليا افتتاح لنهج حكومة يمينية تذهب بهذا الاتجاه؟ نعم هذا صحيح، لذلك بن غفير بما يمثله من حزب ينادي حتى عدم الاعتراف بوجود الشعب الفلسطيني، ينادي بطرد الشعب الفلسطيني، التطهير العرقي، ينادي بإقامة بناء وتوسع استعمار استيطاني للحلول دون إقامة دولة فلسطينية، ينادي بتهويد للقدس، وأيضا ينادي باقتحامات يومية المسجد الأقصى المبارك من أجل تقسيمه زمانيا ومكانيا. وهناك العديد أيضا من المنظمات المتطرفة اليهودية التي تنادي بهدم المسجد الأقصى المبارك وبناء الهيكل المزعوم مكانه. لذلك ما يمثله بن غفير هو مسألة خطيرة جدا، تمثل حكومة التطرف والفاشية التي يرأسها نتنياهو في سبيل زعزعة الأوضاع في هذه المنطقة، وأيضا الاستمرار في تصعيد العدوان والجرائم ضد الشعب الفلسطيني. نحن نعتقد أن هذا الأمر الذي جرى اليوم خطير جدا، وخاصة بما تمثله هذه الحكومة من سياسات لها علاقة كما قلت باستراتيجية تنسف كل إمكانية الحديث عن أفق سياسي جدي وحقيقي يفضي إلى إنهاء الاحتلال. بالعكس من ذلك تماما، هو تأبيد لهذا الاحتلال وهو محاولة لطمس حقوق الشعب الفلسطيني وشط بها. لذلك عندما نتحدث عن ما يمثله بن غفير من حزب الصهيونية الدينية المتطرف والفاشي الذي سبق أن كان هناك دعوات مماثلة لما يعتقد أنه يمكن أن يحقق ما أن يكون لهذه الأراضي في فلسطين التاريخية هي أرض لليهود خالص وليس للفلسطينيين أي مكان في هذه الأراضي. هذا أمر خطير جدا، لذلك الشعب طيب. الفلسطيني أنا دكتور بعتقد واصل. اليوم ردة الفعل في المسجد الأقصى المبارك، نعم تفضل أكمل الفكرة إذا بتحب. ردة الفعل اليوم في المسجد الأقصى المبارك، أبناء شعبنا الفلسطيني في المسجد الأقصى المبارك الذين دافعوا عن المسجد بصدورهم العارية، وأيضا كل الردود الفعل التي جرت لابد أن تفضي إلى أهمية أن لا يكون هنا فقط بيانات شجب واستنكار، يجب أن يكون هناك خطوات عملية. نحن نعتقد أن الأولوية الآن تكمن في عملية ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني الداخلي فيما يجسد الصمود الفلسطيني طيب. وأيضا على الأمة العربية والإسلامية أن تأخذ بعين الاعتبار أن المسجد الأقصى المبارك ليس للفلسطينيين، هو لكل الأمة العربية والإسلامية، وبالتالي لا يمكن القبول بأن يكون هناك علاقات تطبيعية وغير ذلك في ظل ما تقوم به هذه الحكومة اليمينية المتطرفة طيب. من تصعيد إذا سمحت لي دكتور واصل، يعني حتى أبقى الموضوع، مكتب رئيس وزراء إسرائيل طبعا نتنياهو قال أنه نتنياهو ملتزم بالحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى. كان في يعني طبعا تصريح وصف بأنه هو في محاولة للفصل ما بينه وبين سلوك بن غفير. اليوم بالنسبة للسلطة الفلسطينية، بالنسبة للجميع، هل يمكن النظر بشكل منفصل إلى نتنياهو وحكومته عن بن غفير وتصرفاته؟ إطلاقا، لأن البرنامج السياسي الذي يحكم هذه الحكومة في ظل التعديلات التي جرت لإرضاء حزب الصهيونية الدينية برئاسة بن غفير وسموتريتش هو يأخذ بعين الاعتبار هذا البرنامج السياسي الذي يعني كما قلت يعلن حرب مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني. عندما نتحدث اليوم عن آليات لها علاقة بكيفية لجم تصعيد العدوان والجرائم لهذه الحكومة، نتحدث عن كيفية تطويق ما يمكن يشكل تصعيدا وزعزعة الأوضاع في المنطقة، لأن ارتدادات ذلك لن تكون فقط على المستوى الفلسطيني، هو على صعيد المنطقة ككل. هذا الأمر الذي يتطلب أن يكون هناك آليات عملية. نحن نسعى من أجل أن يكون هناك على المستوى الدولي، على مستوى مجلس الأمن، الجمعية العامة المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، وما ذهبنا إليه بمحكمة العدل الدولية من أجل التأكيد على أن ماهية الاحتلال لابد أن يكون هناك فتوى قانونية للحيلولة دون إمكانية تأبيد هذا الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. نعم. إضافة إلى الأهمية التي تكمن في عملية المحكمة الجنائية الدولية من أجل محاكمة الاحتلال لقطع الطريق على موصلة هذه الجرائم. نعم. نحن ندرك تماما أن هناك حماية من قبل الإدارة الأمريكية لهذا الاحتلال طيب. من مغبة
مساءلتي على هذه الجرائم، ولكن لا يمكن قبول أن تبقى المعايير مزدوجة وأن يبقى الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني وعندما يتعلق الأمر بالاحتلال. هذا الأمر يجب أن ينتهي، ويجب أن يكون هناك صحوة جادة وحقية لأمتنا العربية والإسلامية من أجل التأكيد على أهمية وضع آليات عملية للجم سياسات هذه الحكومة العدوانية والإجرامية التي تمثل سياسة بن غفير وغيره. بالنسبة للموقف الأمريكي، يعني في إفادة لجيك سوليفان إلى إسرائيل بنهاية هذا الشهر، أيضا في تصريحات تتحدث عن عدم تقويض حل الدولتين إلى جانب باقي الأمور التي أدت ردا على خطب نتنياهو عندما حصل على الثقة. هل يمكن التعويل على أي شيء من الجانب الأمريكي بهذه الفترة وتحت هذه الإدارة؟ بصراحة شديدة جدا لا يمكن التعويل على الموقف الأمريكي، لأن الموقف الأمريكي منذ ما بعد الرئيس الأمريكي السابق الذي طرح صفقة القرن التي كانت تهدف لشطب القضية الفلسطينية، وجاء الرئيس بايدن في حملته الانتخابية يتحدث عن 6 نقاط لم يتم تنفيذ أي منها، لا في بعد الحملة الانتخابية ولا بعد خلال 2 عام من حكم الرئيس ترامب. وبالتالي ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية الآن هو محاولة ضرب الرماد في العيون، ليس أكثر من ذلك. الإدارة الأمريكية تستطيع أن تضغط على الاحتلال، أن تطلب من الاحتلال وقف سياسة التصعيد والجرائم المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني. نحن نتحدث عن ما يقارب أكثر من 230 شهيد في العام الماضي في عام 22 من قبل حكومة لابيد غانتس، ونتحدث اليوم خلال 3 أيام عن 3 شهداء وتصعيد كبير من خلال الاقتحامات والاعتقالات، ونذر التصعيد في الفترة القادمة الذي كما قلت يحاول زعزعة أوضاع المنطقة برمتها. لا يمكن القبول بأن يتم الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك ولا على الحرم الإبراهيمي الشريف وعلى الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، والعالم ينظر إلى ذلك ولا يكون هناك آليات عملية لجم هذا التصعيد. نحن نعتقد الأولوية الآن لابد أن تأخذ بشكل جدي وحقيقي كيفية وقف هذا التصعيد من خلال وضع آليات عملية لمحاكمة هذا الاحتلال لقطع الطريق على مواصلة هذه الجرائم، لأن هذه الجرائم موصوفة. وبالتالي نحن عندما نذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية نعتقد أنه لابد أن يكون هناك تحقيق لعدالة تحكم على الاحتلال بما يقوم به من جرائم، وأيضا على المؤسسة الدولية عندما يصدر العديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ويكون هناك فيتو أمريكي لتعطيل تنفيذ هذه القرارات، ويقوم الاحتلال أيضا بالضرب بعرض الحائط لكل هذه القرارات. فبالتالي أين يذهب الشعب الفلسطيني؟ لابد أن يكون هناك التأكيد اليوم أكثر من أي وقت مضى أن شعبنا الفلسطيني يبقى يتمسك بحقوقه وثوابته ومقاومته من أجل حريته واستقلاله. لن تخيفنا هذه الحكومة ولن تكسى إرادة الشعب الفلسطيني. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. معنا من رام الله عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل أبو يوسف. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من الأخبار الليلة. شكرا لكم على كرم المتابعة، وإلى اللقاء.